كناري. هذا بريدر الكناري يا جماعة، يعني حق الإنتاج اللي عنده مجموعة الإنتاج حيساعده كثير الكناري، خاصة أهل المحميات وأهل المجموعات. 5 كيلو؟ 5 كيلو. رائع رائع. هذا اللي الكروف. نعم يوني. والباجي جميع الأنواع ما شاء الله. هذا السريلاك حق الفئة الصغيرة؟ هذا السريلاك حق اللي يستخدموا الفداسات أو البيضات. عمر أبو يوم ويومين. أي من يوم لحد أسبوع أو 10 أيام. يا سلام. هذا الأنواع الفضاوات الكبيرة. حلو. وهذا اللي عنده. هذا لا هذا الكناري، هذه يستخدموها وقت الموسم، هذا الإيج فود. أيوة. الخلطة البيض. حلو. اللي عنده متعامل وشروط. تمام. هنا هذا كالسيوم، وهذا كالسيوم. هذا كالسيوم يتخلط مع الاكل، يجي زي مجروش كذا وياكلوه مع الاكل. يا سلام. ينفع للطيور هذه الوسط والكبير، لانك ما ينفع تعلق لها هذيك لانها تلعب فيها وتبنيها. تقوم تخلطها مع الاكل. تخلطها هذه مع الاكل. يا سلام. عندك البريدنج او الانتاج حق الكناري. أيوة. نفس هذه الكبيره لكن عبوه صغير. وعندك هذا السريلاك للكناري. يا سلام. هذه الشركه مميزه صراحه. عندنا كمان هذا السريلاك للوايلد بيرد اللي هي الطيور زي البلابل والبريه. حلو. هذا اللي عنده طيور بريه يا جماعه، اهل الحياه الفطريه اللي يحب يربي طيور محليه، هذا ممتاز له، مخصص له. سريلاك للكروان والكنيور والروز والروزيلا والمن في حجمه. هذا افضل منتج عندي اللي هو للطيور، هذا للطيور الكبيرة، أكل عادي نفس التركيبة حقت الشركة سيتاكوس، لكن مضاف لها الأوميجا. أوميجا 3 وأوميجا 6. هذا من أهم الأمور اللي تضاف للتغذية السليمة والصحية. زي ما قلنا هذا شكل من الداخل، مقاسات وأشكال، في مقاس هذا وفي مقاس أصغر. يدخل المحل يحدد نوع الطير، سواء انا موجود او العامل موجود، يحدد نوع الطير علشان يطلع له الاكل المناسب. يا سلام. يصير بس تيجي تقول له انا ابغى اكل الطير الفلاني وهو يطلع لك الاكل المناسب له. هذا المنتج من زمان ندور عليه، هذا المنتج اللي يستخدمه المنبوع او الاستنبات. هذا زي اللي في 10 صح؟ أيوة. اللي شفناه في مزرعه محميه الوبره للنوادر في قطر، كانوا يضعوا مثل هذه المادة بنسبة تقريبا 1% المنقوع. هنا كم؟ على الفطريات والفطريات الموجودة في هذا وما تطلع ريحة. يا سلام. حتى ما يصير تعفن في المنقوع. غير كذا انك ممكن تستخدمها قطرة او قطرتين على الموية، اذا انت تخلي الموية يومين او 3 ايام علشان تحارب الفطريات انها تطلع فيها. طيب. في محددة النسبة؟ النسبة اللي تستخدمها؟ كل مكتوب بالعربي. يا سلام. هذا المنتج رائع لأهل المنقوع أو الاستنباك. هذا المنتج اسمه حليب الحوصة كرب ميلك. يا سلام. هذه للطيور الصغيرة اللي برضو من الساعة الأولى من الفقس. يا سلام. أيوة. طبعاً حليب خالي من اللاكتوز. اسمه بس كذا. يا سلام. حليب طيور. بيكون أكيد فيه بكتيريا وفيه. أي مداعم كله. يا سلام. عندك المنتج هذا اللي هو الريكفري، جيم ريكفري. هذا يستخدم لعدة حالات. الطيور بعد ما تعطيها مضاد حي وتخلص منه تعطيها الريكفري. الطيور اللي يعوض. حتى يعوض. الطيور اللي تسافر وتجي هذه المتوترة. بعد النقل، بعد السفر، بعد شحنهم مع بعض وزحمة، تعطى هذا أي إجهاد تتعرض له نعطيها هذا المنتج. هذا الفيتامين أند مينرال اللي هو فيتامينات وعناصر أملاح معدنية. طيب. هذا لصحة الطائر بشكل عام. اللي طير ما يأكل كويس، نحيف، بمسببات غير مرضية، مجرد نقص فيتامينات او عناصر معدنيه يقدر يستخدم المنتج هذا. احنا كنا نستخدم البيبي لايت علشان ما كان عندنا بديل، لكن الان هذا هو البديل للبيبي لايت. ويجمع الاثنين. وزياده عليها انه مكمل غذائي تقريبا اكثر شموليه، انه فيها املاح واحماض امينيه. غير كذا
كذا الشركة الجميلة شركة سيتاكوس إنه كل شيء موضح بالعربي سواء المكونات أو طريقة الاستخدام. يا سلام. فما راح تتعب وترجم واو. يا سلام. وما يحتاج تروح تسأل أحد، خلاص موجودة هنا الطريقة تتبعها زي ما هي مسجلة. الحين كيف يتواصلوا معك الناس عشان يطلبوا هذه المنتجات؟ يقدروا يتواصلوا عن طريق الانستغرام. حلو. عن طريق الدايركت، الرسائل الخاصة، أو يجوا المحل أو يجوا المحل. اللي من أهل جدة أو أهل مكة ممكن يستخدموا مرسول ويكتبوا الغرض اللي يبغوه ويتواصلوا معاكم عن طريق الانستغرام. أنا بحط حساب المحل حق الانستغرام. والله يعطيك العافية. بقي بس اللمبات البديلة للشمس. اللمبات البديلة شرحتها لهم من يومين. أيوه. موجود عندنا الأربع مقاسات من الطويلة هذه. هذه إيش وظيفتها أبو ساري؟ هذه معوضة لأشعة الشمس. هي تختلف عن اللمبات العادية صح؟ تختلف جدا عن اللمبات مخصصة يعني. نعم. كل إضاءتها نفس الإضاءة لكن هي فيها الأشعة الغرفة الـ UVA والـ A. تمام؟ UVA UVB. مظبوط. غير كذا إنه جدا الجو حار. طب حتساعد في نفس الريش؟ تساعد في تخفيف التوتر. مظبوط. تخفيف التوتر. في الإنتاج. الإنتاج. المشاكل الريش. لأن مشاكل الريش غالبها. سوء تغذية، توتر، كله حيساعده هذا. كله هذا حيساعده. غير كذا انه الأشعة الآن موجودة فيها حتساعد الطير انه يشوف ألوان ما يشوفها في الإضاءة العادية، يشوف في أشعة الشمس. هذا معوض الأشعة الشمس، فراح يشوف ألوان أكثر، عشان كذا راح يحصل طيرك انه مبسوط، يلعب، نفسيته كويسة الصباح وفي الليل. هل. يلا اللي عنده مشاكل في نفس الريش لا يجي يقول لك كيف أحل المشكلة. هذا واحد من الحلول. اللي عنده مشكلة في الإنتاج برضو هذا واحد من الحلول. لمبات بديلة للشمس بعدة مقاسات وعدة أشكال. في لمبات صغيرة بهذا المقاس. هذه تركب على القواعد الموجودة في البيت. وهذه لها قاعدة خاصة. الثانية هذه 36 واط. القاعدة الثالثة ذي القاعدة المعروفة. يعني هذه الثنتين اللي هنا قواعدها موجودة. 36 واط. 18 واط. هذه تركب على القواعد الموجودة في البيت. وهذه الأكبر. هذه الأكبر يستخدموها عادة اللي عنده أكثر من طير. أيوة. تكفي الأكثر من قفص. تكفي مساحة كبيرة. في عندنا المقاس الصغير أوريك هو الآن. يس. هذه اللمبة الصغيرة والمقاس. مقاس 8 واط. يا سلام. هذه جديدة على السوق. طولها 30 سنتي، جديدة على السوق، شكلها زي القلم صغيرة. تمام. هذه للي عنده طير واحد أو اللي يبغى يتنقل من مكان لمكان، ينقل اللمبة من مكان لمكان. لانه قواعدها ما هي متوفره في السوق ولا راح. ايوه انا كنت اوصلك القاعده. ايوه وفرناها له موجوده عندنا. حلو. ايش القاعده الان؟ هذه قاعدتها ومشبوكه بسلك، وتشبكها في اي فيش اذا حاب انك تتنقل فيها. كل اللي عليك تسويه انك تركب اللمبه. هذه اضاءتها. هذه الاضاءه اضاءه جميع اللمبات حقت اليو في لايت. ايوه. إضاءة عادية ما فيها لون مختلف ولا شيء. في البعض يعتقد إن اللون الأصفر هذه يوفي، هذه ما هي يوفي، هذه لمبات حرارية أغلبها اللي تجي للطيور. هذه فقط مخصصة للطيور. دائما يكون عليها شعار أو رسمة الطيور، وكمان شرح إنها مخصصة للطيور. إيش صناعتها هذه أبو سعيد؟ هذه صناعتها ألمانية. شوفها هنا. هذه الجيرمانية. يا سلام. يعني جودة. وتخصص. بالنسبة للسؤال اللي كان يتكرر دائما، طيب فترة التشغيل كم اشغلها في اليوم؟ فترة التشغيل من الشركة لما راسلنا الشركة من 10 إلى 12 ساعة يوميا. هذه الطيور الكبيرة. هذه الطيور الكبيرة اللي عندك في البيت ما تفرق كثير، بس مو أقل من 6 ساعات 8 ساعات في اليوم. أيوه. علشان يستفيد استفادة كاملة من الأشعة الفوق البنفسجية يوميا. يوميا. ما قصرت. الله يعطيك العافية أبو ساري. شكرا.